السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو تاع اليوم راح يكون لو سيتوسكوليت تكملة تاع لا فيديو اللي نزل ديجا. La vidéo les fait, tu fais une petite introduction, le cytosquelette. Après, tu fais les trois catégories, les kainines, fla, ou bien le cytosquelette, pardon. Kainines, les filaments d'actine, kainines, les filaments intermédiaires, ou kainines, les microtubules. Vidéo de l'yoma, là, on va faire le wahda wahda d'asma. On va les filaments d'actine. On va les microfilaments ou les filaments intermédiaires ou on va voir les microtubules. OK, on va commencer avec les microtubules inchallah. قبل ما نبدا نتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد ينزل في القناه. وما تنساوش الا كان هذا الفيديو عجبكم تخليوا لي جام وتبارطاجيوهم مع اصدقائكم لو ماكسيموم. اول حاجه ندوم بها قلنا لي ميكروتوبول. Les microtubules, ce sont des ou les structures les plus volumineuses. C'est mal les cônes, le hajm taham le kbir, fla cytosquelette. C'est mal la microtubule, huma le akbar kamel, fla cytosquelette. La forme taham tkon cylindrique, c'est mal tkon des ostoane, pardon, ou ils confirment creux, c'est mal ils confirment des juifs. La diamètre taham tkon 25 nanomètres par وما عندهمش لونغور باد لونغور ليميت سما لا لونغور تاعهم ما تكونش محدوده ولا محدده سما طول تاعهم ماشي محدود يكون فاريي اون فونكسيون دو لاج ولا لا فونكسيون دو اون فونكسيون دو لا سيلول سما يختلف هاد لا لونغور تاع لي ميكروتوبول على حساب لاج وعلى حساب لا سيلول على حساب العمر وعلى حساب الخليه. اوكي لور باروا اي كونستيتيو دو بروتوفيلامون. Voilà. On a des protofilaments. باش نعرفوا واش هما لي بروتوفيلامون لي متكون منهم لا باروا ولا الجدار تاع لي ميكروفيلامون يكونوا على شكل خيوط اوليه بدائيه ولا تكون انابيب دقيقه. اوكي فوالا لي دو قلنا سا ليميت انترن تاعها ولا لا لوميير انترن باردون لا لوميير انترن لا لوميير انترن والاضاءه الداخليه نتاعها تكون 50 امبير. هادي ماشي لازم تحفظوها جينيرالمون اللي تحتاجوها في ميكروتوبول بليك هما الاكبر كاع في لا سيتوبلازم بليك مش سي با لا ديامتر تاعهم 25 نانومتر ما عندهمش لونغور محدد لا لونغور تتحكم ولا تتغير على حساب لاج ولا حساب لا سيلول. لا باغوا تاعها تكون بروتو فيلامون لا لوميير انترن تكون عندها 150 امبير. لي ميكرو تيبول تروفون بريسك دون لو سيتوبلازم دون تيت لي سيلول اوكاريوت سما لا ميكرو تيبول وين نلقاوهم نلقاوهم جينيرالمون في لا سيتوسكوليت نتاع حقيقيات النواه. اوكي هنا الا كنتو حابين تفوزيو لا فيديو تكملوا الكتابه باسكو لا فيديو حتكون شويه طويله لازم نكملوا لو سيتوسكوليت في هاد لا فيديو. Les microtubules ont un rôle déterminé dans la forme globale de la cellule. Hina, les microtubules, huma, li yhaddouna, dor tahom huwa li déterminé, ou la yhaddou, sma huwa li yhaddou la forme globale ta la cellule, chakri naam ta la cellule. Après, on a parlé des microtubules, une à une. Après, nous avons la structure moléculaire. On a une structure ou la bonne généralement, من les cils ou من les flagelles. C'est ma qui nous dit la cytosquelette. فيها لي ميكرو تابول من واش يتكونوا جينيرالمون قلنا من دي سيل ومن فلاجيل تسمى فيها صوت باش تحرك هذيك لا سيتوش لو سيتوشكواليت اون بلوس فيها دي سيل اللي يكونوا تسمى لي يكونوا مسؤولين على ليليميناسيون تاع لي كور ايترونجير تسمى اي جسم يجي غريب هما اللي يخرجوه برا ما يخلوهش يفوت لداخل. لا ستركتور موليكولير يعني ماشي مهمه بزاف هي انها تتكون من دو مونومير دو تيبولين لي كونفيرم الفا ولي كونفيرم بيتا. اوكي هذا واش يهمنا اسما هذيك لا ديامتر ولا لونغ ولا لونغور كاع تقدروا تقراوهم بصح ماشي مهمين بزاف. لورغانيزاسيون تاع لي زام تي هما كاين نقاط جوغ مهمين اللي لازم نشرحهم لكم وصافي. دون لا سيلول انترفازيك سما عندنا في الخلايا البينيه
الخلايا البينية تتطور إشعاعيا من الجسيمات اللي تكون مجاورة هنا اللي تكون adjacent على نوا في النوايو تكون قريبة النوايو appel le centrosome اسمها la centrosome تكون في le au centre organisation des intestins تكون في الوسط تاع l'organisation تاع التنظيم تاع les intestins اوكي اسمها هنا تتوسطها la centrosome La centrosome هذه تتكون من دو سنتريون اوكي سما كي يجيكم سؤال في ليكزامان لا سنتروزوم من واش يتكون يتكون من دو سنتروزوم دو سنتريون اوكي يكونوا ديسبوزي بيربونديكولير فوالا هاد لو بير ولا هاد الزوج تاع لو دو سنتريون نقدروا نسميوه ديبلوزوم سما كي تسمعوا ديبلوزوم فوالا مين تسمعوا في ليكزاما كلمه واسمها ديبلوزوم رانا نقصدو في دو سنتريول اوكي شاك سنتريول يكون سيلندر سما يكون على شكل اسطوانه يكون لوتور تاعو 0.5 ملم ولي ديامتر تاعو يكون 0.15 ملم اوكي ويكون متكون هاد لو سنتريول فيه 6 تريبل دو زامتي دو ميكرو تابول هنا باش تفهموا اكثر لازم نوريكم هاد الشيما هنا عندنا هادو لي 3 هادو نسموهم تريبل اوكي ثلاثي دو زامتي هنا عندنا ميكرو تابول عندنا هنا ميكرو تابول وهنا عندنا ميكرو تابول في كل وحده من هادو سما عندنا ا و بي و سي اوكي هاد لي 3 نقولوا لهم تريبل دو زامتي دو ميكرو تابول اوكي هادو كامل كيكونوا نف نقولوا بلي راه عندنا ان سنتريول اوكي هادي هي جينيرالمون لورغانيزاسيون دي ميكرو تيبول اوكي نفوتو يعني العنوان اللي بعده واللي هو لي ديفيرونت تيب دو ميكرو تيبول اوكي Voilà. هنا لي ديفيرون تيب دو ميكروتيبول باش ما تتلفلكمش باش ديريكتومون ديرو كونكليزيون ولا ريزومي وتقدروا تحفظوها فاسيلمون عندنا في مختلف انواع تاع لي ميكروتيبول عندنا لابيل وعندنا ستابل لابيل هي نفسها انستابل وستابل هو باين كيكون مستقر كما نقولوا لابيل ولا نقولوا انستابل رانا نحكيو على عدم الاستقرار اوكي لي ميكرو لي ميكروتيبول يكونوا لابيل ولا يكونوا انستابل يكونوا ما يريزيستوش لا تمبيراتور نو ريزيستون با لون تمبيراتور اللي تكون انفيريور ا 4 ديغري سيلسيوس ولا فوالا هنا هذه اللي تهمكم تهمكم لا تمبيراتور هنا هذه ما تريزيستيش لا تمبيراتور كي نفوتو لي ميكروتيبول ستابل يكونوا مستقرين يكونوا يريزيستيو لا تمبيراتور اللي يكون حتى الفي اوكي لي ميكرو فيلامون الميكرو فيلامون هما لا دوزيام كاتيجوري تاع لو سيتوسكوليت اوكي ايل اكزيست في كاع لي سيلول اوكاريوت ما كامل حقيقيه النواه عندهم دي ميكرو فيلامون اوكي هنا جينيرالمون هاد لي ميكروفيلامون يتكونوا لنا من دي مولكيول داكتين سما دو ام بي 42000 ام بي اوكي هنا نقدروا ثاني تنسميوهم بميكروفيلامون ولا دي فيلامون داكتين هنا راني حاولت انني نلونها باش تميزوها دونك هنا دي فيلامون داكتين ولا دي ميكروفيلامون سما كي تسمعوا فيلامون داكتين ما دير تبريزه او شوكا جاوبوا نورمال لا رول ولا لو رول تاع لي ميكروفيلامون عندهم دو رول فوندامونتال اوكي عندهم دو مانيير جينيرال دو مانيير بلو سبيسياليزي لا مانيير ولا اون مانيير مانيير جينيرال هما مسؤولين على لا موبيليتي سيلولير لي ميكروفيلامون مسؤولين على موبيليتي سيلولير على الحركه الخلويه ابري باردون لا مانيير بلو سبيسياليزي ولا الاخص ولا المختصة هي لا كونتراكسيون سما عندنا لي ميكروفيلامون هما المسؤولين على لي كونتراكسيون هما التقلص والانقباض و سي بون التقلص والارتخاء جينيرالمون انقباضات اوكي
هنا كي نحبو نفصلو اكثر نقولو لي رول دو دو ميكروتيبول هما لي كونتراكسيون مسكولير لي موفمون دي سيلول نون مسكولير اي لا فيلا وهنا لو رول ما بين لي ميكروفيلامون اي لا سيتوسكوليت هنا ماشي مهمين بزاف الاهميه انكم تحفظوا الدور تاع لي ميكروفيلامون بلي هما pardon نحاول نلونها لكم هنا la mobilité cellulaire après la contraction. Hein, donc, on a les rôles, les mouhimmin, les conos, la microfilament. Ok? On a une photo, la partie de Pratna, telle là. Voilà. Les microfilaments intermédiaires. Les microfilaments intermédiaires, les cellules eukaryotes, là, ils sont tous comme ça. Ou, les cellules animales, akthar. OK la longueur تاعهم ou la bâtonnée تاعهم تكون ما بين 7 حتى 12 نانومتر de diamètre OK هما ce sont des fibres protéiques c'est moi qui confirme des protéines ils sont beaucoup plus stables que les filaments les microfilaments les filaments les microtubules ou les filaments pardon, les microfilaments ou les filaments intermédiaires. Ok, c'est ma l'icône, hna l'intermédiaire, il y a tkoun fil wast. Tkoun hna la microfilament hnaya ou le microtubule tkoun hnaya. C'est ma hadi hiya li tkoun el mustaqarra akthar men hadou li deux. Ok. Voilà, généralement, c'est ce que je t'achète. Voilà, maintenant, les microfilaments intermédiaires, ils connaissent la partie qui est insoluble de cytosquelette. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans les couches, ils ne sont pas dans les zawabaniers ou les zawabans bzaf. Et maintenant, les microfilaments intermédiaires ou les wasitiens contribuent à l'insolubilité à la cellule alors que les filaments. Maintenant, les microfilaments intermédiaires, هما اللي يشاركوا ولا اللي يساهموا في التقليل ولا في الانعدام تاع الذوبان في الخليه. اوكي؟ هنا نكونوا بهذا وصلنا لنهايه الشابتر تاع السيتوسكوليت. اذا كان عجبكم لا فيديو خليو جيم. اذا كان عندكم اي سؤال ولا اي اقتراح للفيديو بروشان